السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في قناتكم أنا المحترف. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بشرح لكم كيفية إيجاد النيتشات المربحة على أمازون كي دي بي والعمل عليها. ربما الكثير منكم أو البعض يعلم هذه الطرق، ولكن مؤكدا أنه لن يخبرك بها أحد بشكل واضح وصريح. وقبل إخباركم بهذه الطرق السبع التي سأشرحها لكم الآن لإيجاد النيتشات المربحة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم جديدنا إن شاء الله. إذا لننطلق. أول شيء سنقوم به هو التوجه إلى أمازون للبحث عن النيتشات المربحة. سوف أنتقل إلى موقع أمازون كبداية. فنحن هنا دائما نبحث كما قلت يعني بال وليس بوك، لأن أغلبية من يبحث أو من يعني من يقوم بالبحث عن شيء معين فهو يبحث في آل ولا يبحث في بوك، إلا إذا كان يبحث عن كتاب ذو محتوى. سأبدأ بمشاركة الطرق التي يعتمدها الكثير منكم أو الكثير من يشتغل في أمازون كيندل. كل طريقة تختلف عن الأخرى، ولكن كلها تشترك في أساسيات النيش الذي يجب العمل عليه. من المفترض أن يكون ذو نتائج متدنية، من الأفضل دائما أن تعمل على نيتش نتائجه أقل من 1000 نتيجة. فقط ضع في البال أنه عليك بالبحث كما قلت في آل وليس بوك، ثم ابحث. فأحسن طريقة هي البحث عن long tail keywords. يمكن مثلا أن تستخدم العديد من الإضافات، يعني الإكستنسيون المجانية الموجودة في كروم وشرحتها سابقا، ويوجد العشرات منها. حاول أن تبحث بجملة من تركيبك الخاص، لا يهم على الإطلاق إذا كانت الجملة يبحث عنها الناس أم لا، لأنك لن تهتم بما كتبت بل اهتم بالنتائج التي أعطاك إياها أمازون. مثلا سأقوم بالبحث هنا على سبيل المثال، سأكتب فقط كوفي هكذا، وكما ستشاهد أمازون سيعطيني العديد من نوتبوك كما تشاهد هنا العديد من النيتشات. ممكن أن أقوم بالدخول إلى أحد هذه العبارات التي أعطاني أمازون وسأقوم بالبحث فيها، يعني أقوم بالبحث لعل وعسى أن أجد النيتشات، بعض النيتشات المربحة. بالنسبة للطريقة الثانية لإيجاد النيتشات الساخنة والتي تعمل 100%، وأعتبرها من أفضل الطرق، وهي كالآتي. أول شيء ستقوم بالدخول إلى أمازون والبحث عن طريق، تابع معي. مثلا سأقوم بالبحث عن النيش معين بصفة عامة، نوتبوك على سبيل المثال، ثم أأتي إلى هنا وأغير sort by. وأغير أختار الخيار الأخير، وستظهر معي يعني أمازون في هذه الحالة. إذا قمت بهذه الطريقة سينظم الكتب من الأحدث إلى الأقدم، كما تشاهد هنا العديد من النيتشات الموجودة هنا على سبيل المثال. سأخذ هذا النيش على سبيل المثال، هذا فيعد نيش، فهو حديث العهد، يعني نشر في 2021 وفي يوجد فيه مبيعات. هذا أيضا نيش فيه مبيعات، يعني هنا ستجد العديد من الكتب التي نشرت حديثا وليس قديما،
وهي نيتشه، يعني ابحث واحدة تلو الأخرى حتى تجد النيش المناسب. بالنسبة للطريقة الثالثة لإيجاد النيتشات المربحة هي متابعة التعليقات. على سبيل المثال، سألقي نظرة على أحد الكتب، سألقي نظرة مثلا على أحد الكتب وستجد تعاليق في الأسفل، ستجد تعاليق كما قلت. الطريقة الثالثة لإيجاد النيتشات هي متابعة التعليقات. فاعلم دائما أن القليل فقط من الناس يتركون تقييم للكتاب، والأغلبية ممن يتركون تقييم فهم يتركون يعني تقييم سلبي. كما تشاهد هنا سأجد مجموعة من التقييمات، هنا هذا تقييم سلبي، هذا تقييم جيد. يعني حاول أن تقرأ فقط التقييمات السلبية، فستجد ناس يسبون فقط لأنها كانت تريد مثلا شيء أنت لم تفكر فيه. الشيء الجيد في هؤلاء هو أنه في أغلب الحالات ستجد معلقين على الكثير من الأمور. ادخل يعني ادخل مرة ومرة أخرى على حسابات المعلقين وابحث، يمكنك أن تجد نيش أو اثنين لم تفكر فيه أصلا. بالنسبة للطريقة الرابعة، وهي طريقة تختلف عن الأخرى، الطريقة هي مراقبة الناشرين. على سبيل المثال، يعني الكثير من الناس فنانين، إذا ستجدهم ينشرون الكثير من كتبهم تحت اسم أو تحت نفس الاسم. يمكنك حتى أن تجد أحدهم ناشر كل كتبه تحت نفس اسم الناشر، خصوصا إذا كان اسم الناشر لا علاقة له بالنيش. اجعلها دائما عندما تراقب كتاب ما أن تضغط على اسم الناشر وترى الكتب التي يعني نشرت تحته. على سبيل المثال، سأبحث هنا لوج بوك، سأكتب لوج بوك وسأبحث عن أي كتاب. على سبيل المثال سأخذ هذا الكتاب، على سبيل المثال هذا الكتاب سأخذ ويعني سأدخل إليه وسأرى هل يوجد فيه موقع لأتصفحه أم لا. سألقي نظرة من الداخل، أنتظر حتى تظهر معي خاصية لوك إن سايد هنا، ثم أقوم بتصفح ومعاينة الكتاب من الداخل. كما تشاهد هنا يعني يوجد مواقع، كما تشاهد هنا يوجد مواقع، يعني على ما أعتقد هذا هو الموقع الخاص بهذه الشخصية أو بهذا الفنان، جوكي كيفر. سأكتبه هنا، سأكتب الموقع هنا، joykiefer.com. كما تشاهد هذا نفس الكتاب موجود هنا، أنا قمت بمعاينة الكتاب من قبل. كما تشاهد نفس الفنان، نفس الفنان هذا جوي كيفر، هذا جوي كيفر. يعني يوجد هنا يعني مجموعة من الكتب الخاصة به. يمكنك أن تقوم بإلقاء نظرة على كتبهم، يعني كتب الناشرين، وإلقاء نظرة يعني وأخذ فكرة عن النيتشات، ربما ستجد نيش معين. بالنسبة للطريقة الخامسة، والتي الكثير متأكد أنه ولا فكرة لديه عليها، عندما تمر على النيتشات خصوصا التي لها علاقة باللوج بوك، في مرات نادرة فقط تجد في صاحب الكتاب يروج لموقعه كما قلت. فحاول حاول أن يعني أن تتفحص ذلك الموقع، الموقع
يعني موقع الناشرين على أمازون كيندل. حاول أن تقوم بمعاينة المواقع كما أسلفت الذكر. بالنسبة للطريقة الخامسة، وهي طريقة أنا متأكد أنه لا فكرة لدي، يعني الكثير منكم لا يعلمها، وهي الدخول. على سبيل المثال سأقوم بالدخول إلى هنا، سأقوم بالدخول إلى هنا، يعني ستجد هذا الناشر يعني يوجد لديه العديد من الكتب، كما تشاهد هنا العديد من الكتب الخاصة بهذا الناشر. سألقي نظرة على ناشر آخر. على سبيل المثال هذا، يعني حاول أن تراقب يعني الكتب الأخرى لنفس الكاتب أو نفس الناشر. حاول أن تراقب يعني كتبهم، يعني فقط تقوم بالضغط على الناشر وستجد هنا الكتب الخاصة بهم. هذا يوجد كتاب فقط بهذا الاسم، يعني فأغلب الفنانين يعني ينشرون كتبهم باسمهم الخاص دائما. فحاول أن تلقي نظرة يعني على أي فنان لتجد يعني النيتشات حصرية. بالنسبة للطريقة السادسة لإيجاد النيتشات، وهي البحث في موقع بنتيرست. بنتيرست غني عن التعريف. حاول أن تبحث في هذا الموقع، العديد من النيشات وجدتها صراحة في هذا الموقع. طريقة إيجاد بسيطة للغاية. ابحث عن السلاسل التي يصنعها مستخدم الموقع لإيجاد النيشات. مثلا إذا بحث في الموقع عن كتب التلوين ستجد الآلاف من الأفكار، والتي أنا متأكد أن بعضها لم يخطر لك على البال. سأبحث مثلا عن، فقط سأكتب لوج بوك، هكذا لوج بوك. ستجد هنا العديد من النيشات، مثلا هذا يعد نيش، هذا أيضا فيشين لوج بوك يعد نيش، يعني هنا فقم ب هذا أيضا نيش. قم بالتصفح ومعاينة هذه الكتب الموجودة هنا، يعني قم، ويمكنك أن تقوم بتصميم مثل، مثلا إذا أردت أن تصمم مثل هذا يمكنك أن تقوم بتصميمه في كانفا أو إدوبي إليستريتور أو غير ذلك، أو فوتوشوب أو باوربوينت. يعني يوجد العديد من الطرق لتصميم مثل هذه الصفحة كما أسلفت الذكر. بالنسبة للطريقة الأخيرة، هي أفضل الطرق على الإطلاق. طريقة بكل بساطة هي البحث في الكاتيجوري. أكتب مثلا في أما أكتب في في البحث أمازون، أو أكتب بيست سولار، بيست سولار بوك أمازون. اختر هذه الأولى، بيست سيلر إن بوكس. ستجد هنا قائمة، يعني في الجنب اليسار ستجد هنا قائمة من الكاتيجوري. لاحظ هذه الكاتيجوري الخاصة بأمازون، ابدأ تبحث فيها واحدة تلو الأخرى، ستجد العشرات من النيتشات الممتازة هنالك. على سبيل المثال سألقي نظرة على هذه الكاتيجوري الخاصة بالكتب الأطفال، هنا ستجد العديد من النيتشات. هذا يعد نيتش للأطفال، هذا أيضا يعد نيتش للأطفال. هناك يعني هذه كلها نيتشات، إذا أردت يعني هذه في الأكتيفيتي بوك
يوجد هنا العديد من النيتشات، إذا طبقت يعني إذا طبقت يعني طبقت الخطوات لنشر الكتاب أو تصميم الكتاب، يعني ستنجح معك الطريقة هنا. فقط يعني تراسينج، يعني كما تلاحظ هنا فقط الطفل يعني يقوم بتتبع هنا الأشكال والحروف والأرقام إلى غير ذلك. هذا فهو نيش، ويوجد العديد من النيتشات في هذه الكاتيجوري الموجودة هنا. هذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.